شايف الوضع فين؟ يعني الوضع فين؟ التسويات النهائية هتصفر عن ايه؟ هل ستؤدي إلى توافق الأوضاع داخل غزة وانسحاب الكيان الصهيوني من الجنوب اللبناني؟ وأين جامعة الدول العربية بما يحدث الآن؟ خلينا نحكي سياسة شوية. هو معيار النصر في من يحقق أهدافه في الأخير، سواء كان بالحرب أو بالمفاوضات. ما هو بالحرب، ما هو دلوقتي حماس دلوقتي حزب الله بيقول يا جماعة نعيم قاسم اللي هو كان نائب حسن نصر الله وقائم بالأعمال لحين الانتخاب رئيس لحزب الله مكان حسن نصر الله، بيقول أنا عندي استعداد أنفذ القرار 1701 اللي تحايلوا عليهم ينفذوا. إسرائيل قالت له لا، 1701 لوحده غير كافي، 1701 إن قوات حزب الله والعناصر المسلحة تنسحب شمال نهر الليطان. إسرائيل قالت له لا، أنا عايز أنازع سلاح حزب الله من اي منطقه؟ من كله، ما بقاش السلاح يبقى في ايد الدوله، ما بقاش معاه بندقيه، سواء كان في الجنوب اللبناني او ولا في الضاحيه الجنوبيه ولا في اي حته ولا في البقاع ولا في اي حته. يعني انت بتقول ممكن التسويات النهائيه تستقر على هذا القرار؟ لا، حتى ان لم تصل لايه ده باذعان، بالمناسبه لو حد بحث يعني انت حضرتك تقصد باذعان بشروطها، يعني اذعان حزب الله لشروط اسرائيل. ايوه، يعني هي توصل لكده بشروطها. بشروطها، طيب ما أزعنش، هتنفذها بالقوة. هتقولي ما هو مش هتبيت حزب الله، ما هو برضو ما أبدتش حماس. هو الحرب إن الطرف يبيت طرف، الحرب إنك تكسر إرادة طرف، ده أساس الحرب. هو إحنا أصلاً نقدر نقول لفظ أو كلمة حرب على ما يحدث الآن ما بين حماس و حرب غير متماسك؟ لا، حرب غير متماسك، هي مش حرب، هي اعتداءات. لا، نوع من الحرب. هو اعتداء من جيش قوة عسكرية غشيمة على أفراد مجتمعين، على الشعب الفلسطيني، على الجنوب اللبناني، ولكن هي حرب غير متماسكة. ثانية واحدة، هو فين الجيش اللبناني؟ فين المواجهة العسكرية؟ يعني أنا لما بقول دي حرب غير متماسكة، حماس طلعت ضربت بومبتين وإيران ضربت 3 صواريخ، واللي بيدفع الفاتورة زي ما قلنا وهنفضل متمسكين بهذا الرأي، اللي بيدفع الفاتورة وأخواتنا وأهلنا في الجنوب اللبناني وأخواتنا وأهلنا في قطاع غزة. دلوقتي هسألك سؤالك، لو في مثلا ضبع مثلا أو ذئب هاجم حد وقتله، بعد 20 سنة هل هيبقى نباتي ولا هو نفس السلوك؟ هو. طب ما انت بتحارب اسرائيل، انت عارف لا تحترم قانون دولي، لا تحترم معاهدات، وما يطلق عليه عقيدة الضاحية اللي هي بدعوها في 2006، بتقول لك معاقبة البيئة الحاضنة، قتل البيئة الحاضنة بدون تمييز لعقابها على ايواء عناصر مسلحة، القتل للقتل، الاستخدام المفرط للقوة، عدم الاكتراث لحقوق الإنسان، عدم الاكتراث للإعلام، عدم الاكتراث للقانون الدولي والمنظمات الدولية، مش جامعة الدول العربية ولا الأمم المتحدة. أنت وانت رايح تعلن حرب، أولاً الطرفين أعلنوا الحرب على إسرائيل، الاعتداء هو لو إسرائيلي الفلسطينيين قاعدين في أمان الله كده ويعني والسنوار موجود وكل الدنيا تمام وقاعدين في حياتهم اليومية، وفجأة الإسرائيليين دخلوا عليهم. هذا لم يحدث. فالسنوار قال إيه؟ قال لك إحنا رحنا هاجمناهم عشان كانوا هيهجموا علينا. لو هاجموا عليك كان هيبقى معاك القانون الدولي والمجتمع الدولي، وكانت مصر هتقول لهم ما ينفعش ده، ومصر لما بتقول لا بتسمع كلامها. هتقولي طب مصر، هم اضعفوا موقف مصر، عارف ليه؟ لان مصر كان ضامن في جوله الحرب الاخيره. انت متخيل لما تبقى ضامن حد وفجاه يروح يعمل اللي عمله ده وبعد كده رجع؟ طب انت منتظر ايه؟ انت فرحان بالاسره وفرحان باللي قتله واللي جبته، ولا فارق معاهم اصلا. ما في الاخير في ناس هقولك يا عم ده في واحد بيطلع يقول دول منتصرين، هو سمير بيقول الكلام ده منين؟ التسويات اللي بتحصل عشان برضو الناس اللي غاويه تشتم تاني على دوله منزوعه السلاح، في السلاح حماس لا تحت. يعني حضرتك توقعك ان هو يتم الاستقرار على قرار انشاء دوله منزوعه السلاح او مناطق منزوعه السلاح، مناطق منزوعة في الجنوب السلاح اللبناني او في قطاع غزه، والمناطق دي تتطور مع الوقت في خطة عملها نتنياهو في 10 سنين من حكم ذاتي إلى أقل من دولة، يعني من حكم ذاتي لأقل من دولة. حزب الله عنده فرصة إن هو ده اللي مش اللي أنا أتمناه، والناس بتطلع تقولك هو ده بيتمناه، لا أو هو بيقول الإسرائيليين، يعني هو الإسرائيليين سايبين شغلهم وقاعدين بيتفرجوا علينا وحضرتك، أو يجي مثلا أقول يا جماعة الحرب دي فسيرها كتير، يقولك أصله بيحبط المقاتلين على اساس ان كتاب عز الدين القسام بيجي وقت برنامج المستشار هيثم بيسيبوا السلاح بيتفرجوا عليه والكاتيوشا والده وبيقعدوا يتفرجوا عليه.
اخيرا سعاده العميد، احنا فرحانين جدا ومبسوطين ان انت شرفتنا النهارده في الحديث. انا سعيد بوجودي مع حضرتك اكتوبر المجيده المتطرف. وفي الحديث طبعا عن التطور واشتعال الاوضاع داخل المنطقه العربيه، بنشكر حضرتك طبعا ان انت شرفتنا النهارده، وبنهنيك طبعا على ذكرى 51 لحرب اكتوبر، وبنهني الشعب المصري كله، وبنحب بنقول للجيش الصهيوني والدوله الصهيونيه احنا ما بنحتفلش عشان نفكرك، ولكن احنا دايما في ذاكرتك. عمرك ما هتنسى علقة المصريين ليك، وعمرك ما هتنسى ضربة الجيش المصري اللي كسرت وبينت كذبك أمام العالم كله. سعدنا بلقائكم جدا، واستنونا إن شاء الله الأسبوع الجاي مع حلقة جديدة من حلقات حقك مع المشاكس.